بسم الله. إن لم تقترن بهن ما الحرفية، إن لم تقترن هذا اللحر لسنين وهي حروف تاسي ما ماذي الحرفية أي حرف كله نسبي، نحو إنما الله إله واحد إلا ليتا فيجوز الأمران ليتا موية لبضي أرموض أي ليتا كبرنا عمل سيني عمل حلين عشر كي حالي وحقال لمغلي وايا وحيرك علينينا غاركيسة إن دي لغا مغلي واي. إنما تنصب وينصبني هذه الأدوات أدوات كني على أصباع أصباعها ينصبني وترفع الأخبار أخبارتنا ويرفعني بشرط الله تقترين وين ينلحي لسانهم بهن أدوات كاسي ما ماذي الحرفية فإن اقترنت هذه اللحي لسانه بهن أدوات كاسي بطل وحا بري عملهن عمل كودي وبري وصح وحنا أصحي دخولهن قلتان كودي على الجملة جملة الفعلية فعلية أي قلان قال الله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إنما يوحى يوحى دي وفعلي إن ذي هدي ماز حرف اللق لي ما ينعمل فلين وياه أنما إلهكم جملة اسمية يقش مركارة وقال تعالى اللو حجر كأنما يساقون إلى الموت وكأن ذا ما هدي لق لي يساقون جملة فعلية يقش وقال شاعر والله ما فارقتكم خاليا لكم ولكن ما يقضى فسوف يكون والله بان قبارتيه ما فارقتكم إذا كما أنا انتقين قاليا حالا ما همدنا عيا لكم إذا كإذن عيو ولكن ما يقضى وحل حكم فسوف يكون ونعيا يعني مصنف كو حكوة وميثاشنية لكن أو ما زايد لقليي أو حرفة لما كان عملك أي كرب توجب لفعلية قشي لكن مثال كبيت كان مثالي صح معها ويو ماذا كان هذا كذا بيسا لكن هذا كذا بيسا نشيدا وموصولة وأنا اسمي لكن يقضى جملة إذا وخبرك ويو سيد الله معنين ياتك قراني فوالله ما نقول بارتي ما فارقتكم إذا كما أنا انتقين قاليا حالا ما همدنا عيا لكم إذا كإذن نعيو ولكن ما الذي شيقة يقضى الله حكمي سوف يكون ودعدونا ويه وقال الآخر شاعر كلي وحيري أعيد نظرا يا عبد قيس لعل ما أضاءت لك النار الحمار المقيدة أعيد العلي نظرا ديما العلي يا عبد قيس عبد قيس لعل ما أضاءت إني إفساس رودا لك أذيك النار الضبكين وكوئ فيه الحمار الضمير المقيدة إلى قربحري نبو عين يا يوحولي هاي عن أفرفير الضمير قربحرا إلى أركتا يا سرودا فتقضي حاجتك دنت هذا اتكودت ساس وضا اعيد علي نظرا ديمدا يا عبد قيس عبد قيس لعل ما اضاءت اني افساس رودا لك اريغا النار دبك الحمار الضمير اني كو افسو المقيد لغربخري معلو شهيدك لعل او ما زائد لغريي اضاءت جمله فعليه اي غشي وايهي ويستثنى وحال لغا سوبي ويستثنى وحال لغا سو ريبي من ادوات كاسي ما هدي لغليه ولا علوه لين سو لما دهين وحال لغا سو ريبيا منها ادوات كاسي ليت انها ليت تكون وهي اهاني باقيه تمد كو باقيه على ما وحي ما معيده حال اي تهي وهي كو باقيه اهاني على اختصاصها كو خاص اهان شهيده اي كو باقيه اهاني بالجمله الاسميه جمله اسميه اي كو خاصاته فلا يقال لبده كرو ليت ما قام زيد او جمله فعليه لما جلين كرو ساسو اجيده وياي ولذلك سيدا درت اذا ابقوا وي باقيهلين عملها ليتها عمل كده ايي باقيهلين واجازو وحا كلوي بنيين فيها ليت وحي كبنيين الاهمال عمل هلين وي بنيين حملا حمباري درت اذا ايي كبنيين على حملا على أخواتها ولا لها إذا يكون حمارا ينحروف تكله وقد روية والا ورية بالوجهين لماذا وجهي الورية قول شاعري قبيا هذا الكي قالت ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي قالت وحي ترى قبدي ألا ليت ما هذا الحمام قل لي جني لنا أنك منوسق نادو إلى حمامتنا قل لي دن هذا حال ودري ونصفه نسكي سنة منوس ونادو فقدي ويقف الله الهاي كافي يقو أهال الهاي قالت وحي تري ألا ليت ما هذا الحمام قول لي جري لنا أنك منوس ونادو إلى حمامتنا قول لي دنادا لغودري أو نصفه نسكي سنة منوس ونادو فقدي ويقف الله الهاي مع الوشايتك وحوية ليت ما هذا الحمام أو ليت هذا العمل سيو يدو ما لقلي
يليت ما هذا الحمام وليت ذي العمل هليه هذا الحمام مبتدا لغديقه لماذا بولا وري برفع الحمام ونسبه وقولي هذا الكيغا ماء الحرفية عن إيري احتراز الإسكائلالين وهي عن ماء يعني إسكائلالين يا ماضي الإسمية إسمية ظاهي ما إسمية هذي نقطه ديبو عمل فني روفتني ماذا يا إسمي النقوني ماء الإسمية يا إسكائلالين يا فإنها ماذا إسمية ذا لا تبطل مبرينيسو عملها حروف عمل كيد مبرينيسو وذلك بري الآن ترك قوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر إنما كيغي صنعوا أي سمين كيد ساحر 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 دغرتي سوي ان اسم هذا وماذا وموصوله كيد ساحرنا صنعونا ولوسلي كيد ساحرنا وخبرك فما لفظي ما اسم اسمي ويه او بمعنى الذي وهو اسم انا في موضع النصب بيالا بان ان اي موضع النصب يالا وصنعوا ذي صلة سلوية والعائدون محذوف وكيد صاحرنا الخبر وي والمعنى هو إن الذي صنعوه كيد صاحر كإن إن حال أي لم يتعي أنت المكسورة لكسرية مخففة حال أي تعي مثل فدودية وحليها ليت إلا عمل هلية إلا عمل سيالة وضع وبرنات صمارا إن هذه لفدودية وإن لا يرى هذا يدرى سيدوك لعمل هلية عمل سين أي برنات وسيدة بحروف اللحدة شن حرف ويشدين هل حرف المشدن ليتمو إيه شن تكال شدة أدن بيا وولي بأفر نون شدنا أدن بيس إن يا أن يا كأن يا لكن لعلنا لان شدنا أدن بيس لعل ولي قد لما فضو دايو ليتنا وبيسك فضو داي أفر تنون تشدنا أدن بيس تخفيفة كبنا إلا فضو دايو هدي لفضو دايو إن ونون تإلا ريبو إن لي رهدو أننا أن كأن كأن لكن لكن إن هذه لفظية عمل هلين يا عمل سين لبضب بنان عمل هلين يا ربنا أن يك أن لبضب هذه لفظية إلا عمل سيا واجبة لكن هذه لفظية إلا عمل هلين يا واجبة أنت أصوصوضة إن حال لم يدي أنت على المكسورة همزة لك سرية مخففة حالة تابد لفظية معنى هذا كان معنيه وحوي أنه شان يقول يا كما يجوز سيدو بنايها الإعمال وعمل سين والإهمال وعمل هلين في ليتما سيدو بنايها كذلك سيدة سيلا مدى يجوز وبناية هاي إعمال عمل خلين عمل سين أيها بنام في إن أنت المكسورة همزة لك سريي إذا خففت مكة لفضيه كقولك إن زيد لمنطلق وإن زيدا منطلق لماذا بنام والأرجح سيدة راجح لماذا بظن الإهمال عمل هلين وهي عكس اللي تدرى قد إذا حالتها والليتين العمل هلا إن العمل سياب بظنيت إن هذه لفضيه سي إن العمل هلا يا بظن قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل وإن مخففة بلا ثقيلة كل مبتدوي لما وميم تلاشيدين واي عليها حافظ وإن كل لما لا يوفي وإن كل لما جميع لدينا محضرون الله مذي يدنا وقال تعالى وإن كلا لما لا يوفينهم ربك أعمالهم لا يوفينهم ربك أعمالهم وإن لفظ ضيق كلا للنسب اسم جدي ويوال عمل سيا مركا لما أنا الله شيدين قرأ الحرميان وحي أغريان يو أبو بكر بالتخفيف والإعبال إن لفظ ضياء لنا عمل السيو فأما لكن لفظ ضياء لكن مخففة الحالة يتعبد لفظ ضياء لكن هذه لفظ ضياء فتهملوا العمل هلين عمل السيو كما بنانو وذلك عمل السيو لعانت أنا لزوال اختصاصها ما هذه لكن لفظ ضياء خاص أهان شهري أي زولي بالجملة الإسمية جملة إسمية أي خاص كوهي قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ولكن ولفوا ذي صباحا كانوا جملة فعلية ذي قشي كانوا ذهن ظالمين وقال الله تعالى لكن الراسخون في العلم لكن ولفوا ذي صباحا الراسخون في العلم جملة إسمية ذي قشي مفتدها كبير الله ذي فدخلت لكن ذي قشي على الجملتين اللي بدي جملة ذي قشي وأما أن لفظي أنا فتعمل ويعمل فلي لا أن هذه لفظية أن لي رهذو ويعمل فلي ويجب وحنا واجب في غير الضرورة ضرورة هدو سنجرين ضرورة الشعر هدو سنجرين وحواجبي حذف اسمها اسم جيد حذفك ضمير شاني ضمير شاني حاله يهي اسم جيد إلا حذفها واجبة وكون خبرها وحاك لو واجبي خبر كذا إنه نقض جملة جملة أو مفصولة لغا السوعي إن بديات هذه الوب اللو ذو بفعل فعل أن هذه لفظية إلا عمل سيا واجبة ساسو جيدة فتعمل فيجب وحواجبي في غير الضرورة ضرورة هدو سنهين حثوس بها اسم هذا إلا حثا واجبة ضمير الشأن حال اسم ذا ضمير شأني هاي وكون خبرها خبر كذا إنه النقضة واجبة جملة جملة أو مفصولة للصوعي
إن بدأت بفعل فعل هذه القبلة وذي فعل أو متصرف المتصرفة فعل أو غير دعاء دعاء أنهين بقد أو التنفيس أو نفي أو لو أفرت عرفتهم إن لغسة عواجبة. وأما أن لفظك أن أنت المفتوحة همزة اللفظية فإنها أن إذا خففت مرك لفظ ضيه بقيت وحيكوها ريو يكون باقي أهاني على ما وحي كانت أيها عليه دشي من كسوة من وجوب الإعمال عمل سي واجبي تنكي حال ويهي ويهي لكن يجب وحي واجبي في اسمها اسم هذا وحي كون ثلاثة أمور سد حربه أن يكون وينو يهي ضميرا ضمير لا ظاهرا هو تظاهر وينو سنهين وأن يكون وينو يهي ضمير كاسي بمعنى الشاني وأن يكون وينو يهي محذوفا مثل حذفي ويجب في خبر يا خبر كذا وحي واجبي أن يكون وينو نقض جملة جملة أو جملة وينو نقض لا مفرد مفرد وينو سنغنين وأيهي وإن كانت الجملة فإن كانت الجملة جملة هذه آيتها إسبية أو فعلية فعلية أو فعلها فعل هذا جامد وياه أو متصرف فعل هو متصرف وهو دعاء لك هو دعاء لم تحتاج أباهن ميسو إلى فاصل فاصل هو يفصلها من أن أنكسر أباهن ميسو مثال إسبية قوله تعالى الحمد لله أن الحمد لله رب العالمين وأن مؤخرة من ثقيلة جملة إسمية أن أكون اكتب الحمد لله يا. تقديره أنه الحمد لله أي أن الأمر والشأن فخففت ولفت ذي وحذف اسمها اسم هذا ولحذف وليتها وحكوح اكتأ الجملة الإسمية بلا فاصل بين وحكت ومثال الفعلية فعلية مثال كذا التي فعلية فعلها جامد وياه وأن عصى أن يكون قد اقترب أجلهم وعصى الجامد كحكت وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وتقديره وحوي أنه عصى أنه ليس ومثال اللطيتي مثال كذا فعلها متصرف وياه وهو دعاء والخامسة أن غضب الله عليها قد أمر الله عليه أن غضب الله وأنت مخففة من الثقيلة غضبنا وفعل دعائية في قراءة من خفف عد فضيسي أن وكسرت ذاتك غضبنا كسريي فإن كان الفعل فعل هديئه متصرفا وكان هنا النغض غير دعاء دعاء سنهين وجب واجب أن يكون مفصولا من لغسوعين ويهي من أن لغسوعي بواحد من أربعة من أفرك من اللغسوع وهي قد وي النحو ونعلم أن قد صدقتنا أن إيا صدق وحاول حيا قد ليعلم أن قد أبلغوا أو حرف التفيس أما حرف التفيس لغة سوعي نحو علم أن سيكون أن إيا يكون سين تاود حيسا أو حرف النفي أما حرف النفي لغة سوعي نحو أفرا يرون ألا يرجعوا أن إيا يرجعوا لا داود حيسا وايهي أو لو أما لو لغة سوعي نحو أن لو استقاموا على الطريقة أن يلو أن يستقاموا حول هيا اللو ذه ورب با جاينو يمادا سورو ذا في الشعر قبينو كي مادو بغير فصل إذن لغا سوعين إنو كي مادا سورو ذا كقراء كقوله شعر هذا الكي علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل علموا وحي أغاذين أن يؤملون إلا يذدلن أيوه إلا رجين أيوه فجادوا مركزا وحي قد يقين قبل أن يسألوا إنتان لو يدي سنين بعد بعدم سؤال وحل إسوي دي ووحي أقوينا أيه كده خير علموا وحي يعني وحي إليه قلان قلاء يعني مرتين أنه يعني إيمان غير ميل دكان مركز أي وحي قرتين دينا مرتين هاي أو وحك سوينه أنت أنا وحبه ويدي سنين بقى وحن ويدي سنة ابن وحك وين بقى بين السيين هذا وشي ده علموا وحي أقعدين أن يؤملون إن لا يدي لنا يضل لجل إياه للرجين يو فجادوا مركز وحي كده خير قبل أن يسألوا أنت لو ويدي سنين بعدم سؤال وحليس ويدي سوكي وين أيه كدقين محل شاهدك وحوية علموا أن يؤملون أن يؤملون لما كلا فصلين وهي شعر كدرتي وايه وايه وربما جاء إنو يمادا سورو ذا اسم أن في ضرورة الشعر إنو كيمادو مصرحا به حاله يهبط العدي اسمك إلا حد فالدون يسمع ضرورة الشعر وحال الله أركي أسوى أن لحد فين غير ضمير الشاني أسوى أن ضمير الشاني والباهين فيأتي خبرها خبر كذا مركه وإيمان حينئذ مفردا وجملة مفردا وكو إيمان جملة وكو إيمان كلا الله بضبط وإيهي وقد اجتمع وحين كل من في قوله شاعرك هذا الكي بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمالة بأنك آذيك ربيع قباتهي وغيث روبياتهي مريع داق بحيني وأنك آذيك هناك مركاسي تكون واحد نغني الثمالة مثل ما قنقره وقدتك وحسيه نبو أمانيا بأنك أذيك ربيع قبات وغيث الروب أياتي مريع إيداق بحيني وأنك أذيك هناك وقتك تكون واحد هاني الثمال مغنقل وحلا مغنقل محلو شايدك حوية بأنك أنت وفدو دي اسمي هذا وكا وضمير عن ضمير شأني أهين بأنك
ربيع خبر كينا مفرد وخليجي وأنك هناك أنك اسمك وضمير لكن موسى حذف موجو ضمير شاننا معها تقول ثمال خبر كينا جملة وخليجي لما هو كبرنا وأما كأن بالهجو وأما قلقاب اللي تسيد للشيء والله أعلم صلى الله وسلم وبارك